كنتم وطابت أوقاتكم. والتعادل مع دينامو كييف هنا في مقاطع وتياغو ميليتو يلعب دوره مانويل نوير وكرة جول كرة جول جول فارس سربي ديان ستانكوفيتش من بعد 40 متر يستغل غير موفق لمانويل نوير وانعدام التغطية ايتو والبقية بأحلى بداية إيطالية. هذه كرة نوير لينتر من أجل النجاح. لينتر يزبط الجناح منذ البداية بداية كهربائية للكتيبة الإيطالية. كرة من زمن آخر، كرة جميلة. شوف عكسي وخورادو يسدد خارج الميدان. هجمة ألمانية تربك كامل جماهير سان سيرو. كرة راسية هولندية لويسلي سنايدر وعود فارفان اللي وزع عود سوتو جدا والراس منيرة الاعتبار بسرعة من جانب الرويال بلوز. كرة طويلة واختيرة والراس وجول جول. هدف التعادل للكتيبة الألمانية. هذا هو المشكل اللي عن دفاع الانتر. الانتر يسجل ولكنه دائما يقبل. رجوع مدوي لشالكا رويال بلوز. كرة الراس من بابا توبولوس والمتابعة امامنا على الصورة كانت الكرة العجيبة والغريبة. موتي يسدد لك على يمين الحارس ماني نجم السليسة يوزع وهدف ابيض. هدف ابيض الراية سبقت الهدف للكاميروني ايتو. ولكن بمثل هذه اللقطات تهتز فرسان فرفان تنتقل الخطورة والتصدي كرة لتياغو ميليتو ممتازة وضربة جزاء. لا الحكم مارتين أتكنسون يولع مدرجات ملعب سان سيرو. لم تكن هنالك عملية تسلل. تسرب التانجو الارجنتيني دياغو ميليتو بكرة سربية اكثر من مثالية ممتازة وسنايدر في ظهر سربي وجول جول جول للإنتر. الإنتر يسهر التانجو وحده وحده. دياغو ميليتو يعود جلاد الجلادين يأتي هدف الهدفين. هو وحده ميليتو قناص القناصين يدوي في ملعب جوزيبي مياتزا. للمشاهدين الكرام قل لخورادو خورادو لإيدو إيدو يسدد والكرة جول. غدار غدار فريق شالكا البرازيلي ايتو يرجع من جديد ويؤكد ان شالكا حديد في حديد. غير مقبول مش معقول دفاع الانتر بهذه الهشاشة. يعني اخطاء في التنظيم الدفاعي لا تليق بحامل اللقب الاوروبي. شوف المساحات شوف الشوارع الموجودة وينو كان يقدم ويسلي يسدد والحارس الممتاز مانويل نوير في المكان المناسب الحارس المناسب كابتن. يعلن الحكم السيد مارتين أتكنسون على نهاية الشوط الأول.
بتعادل ايجابي بين شالكا والانتر. هذه النتيجة الى حد الان اكيد تخدم الانتر. في حراسة المرمى جوليو سيزار، كرة سريعة، تمهيد رائع والفتحة وراول راول جول. فعل راول، فعل المهول صاحب الارقام القياسية الاوروبية، 72 هدف في الشباك الاوروبية، هو نجم الهدافين في القارة راول، 70 هدف في الويفا شامبيونز ليج، هو صاحب الارقام، هو اول حقيقة في كرة القدم الاوروبية، صاحب الارقام القياسية في المباريات الاوروبية، 140 هدف. سنايدر ايتو، ايتو وحده، والحارس الرائع رائع مانويل نوير، هو الاسد الالماني في كرة الكاميروني سامويل ايتو، مدرب بلمسة يد وديكو بليتو يسدد. عجيبة وغريبة، عجيبة عجيبة وغريبة، غير معقول بالمرة، وجماهير طبعا شالكا ولاعبي شالكا يناقشون مع الحكم مارتن أتكنسون، هنالك لمسة يد. لا سبيل للحديث عن دفاع الطليان اللي ممكن يقبل هدف رابع، وإيتو يتمركز، وإيتو جول، أوتو جول لأندريا رانوكيا، والمصائب لا تأتي فرادى، بالنيران بالنيران الصديقة يكتوي جمهور إنتر للمرة الرابعة. يدون يوزع وفرفون ويسدد، والقائم الأيمن. أوقات، والورقة الثانية تعني العودة إلى حجرات الملابس. كريستيان كيفو، هو بتبعه كيفو نال الورقة الصفراء التي أقصته عن مباراة العودة. راول ويتو، ويتو يسدد بعيدة من الكاميروني، بعيدة من الكاميروني، لما حاجت بيك يا وجهي طبعا في المواقف اللي من النار بالضربة القاضية والتسديد وجول. شيء مثير، جول خامس للكرة الألمانية، والبرازيلي ايتو بيسارية قادمة من كوبا كابانا، هدفان للبرازيلي. شوف الكرة، هات الصورة، مرة أولى بيروفية ولم تنجح، والثانية بشكون برازيلية في الشباك الإيطالية. إيفان كوردوبا جاي ساعد فيه على المشاكل، زاد أعطاها ماريرو، وهذا فارفون، فارفون ولا أو كرة إيدو، إيدو يسدد في المدرجات بمضايقة من أندريا دراكسلير اللي يوزع بالثنائية المتتالية، كان بنظام كأس أوروبا للأندية البطلة نادي الميلان 89 و90. وكرة سارة لحارس مانويل نوير، المدير الرياضي خورخي فالتانو حاليا لريال مدريد، هو أول رجل في العالم أعطى الفرصة لراول جونزاليس بلانكو، لما هذا الحكم مارتن أتكنسون ينهيها في هذه اللحظة بخمسة أهداف لهدف عين لصالح فريق شالكا. بالطبع شالكا اللي قلنا منذ بداية النتيجة إذن مدوية ضد الإنتر وقوية جدا لشالكا، في انتظار طبعا مباراة العودة وكل شيء.